من المخرجين يلي تميزوا بجرأة كتير كبيرة واللي ما عندهم شيء مستحيل. مخرج موجود معنا اليوم هو باسم كريستو، يلي دايما لما بيكون في مهمات صعبة ومهمات بنعتبرها أوقات يمكن مستحيلة بيكون هو موجود ودايما باللايف. يعني ملك باسم، بوجور. تسلمي، ثانك يو على المقدمة، وقد ايه انا محظوظ اليوم معكم اثنيناتكم، يعني نحن محظوظين. نحن محظوظين فعلا. اللايف شغله اصلا منا هينه. هلا لما واحد بيتعود بالاخراج على اللايف بصير يمكن هو حاسس حاله انه خلص معود، ولكن منا شغله ابدا ريدونت لايف، يعني خاصه لما نحكي عن رقص، عن ايقاع، عن حركه مستمره ولايف وممنوع الغلط. لا، اللايف حتى لو قد ما يكون واحد عنده خبره باللايف بضل اول لايف عنده رهبته، مثل بعتقد اكيد عندكم انتم اول مره واحد بيطلع على الهواء حتى لو عنده خبره كبيره المسؤوليه بتقتضي انه يكون عنده هالرهبه. بقى اوكي اكيد الخبره بتاثر انه واحد يصير يتفادى قد ما بيقدر اي خطا ممكن يصير، بصير على علم اكثر بكل شيء عم يصير حواليه، مرتاح على ال على التقطيع على كل هالاشياء، بس بضل اللايف عنده حالته الخاصه. يعني اقرب لايف هو احد الجاي، اللايف اللي كثار ناطرينه للموسم الثالث دانسينج وذ ستارز. يعني شفنا الاعلان الترويجي للبرنامج والناس محمسه السنه لانه عرفوا مين النجوم اللي راح ينطرون. شو بتوعد الناس؟ شو فرق هالموسم عن الموسم اللي قبله؟ هلا طبعا البرنامج هو نفسه اكيد بيطرق عليه بعض التحسينات، يمكن تقنيا بالديكار بالشاشات بالجرافيكس بكل هالقصص، بس انه الجو العام هو ذاته. طبعا نحن من دائما بنجرب انه كل سنه تكون افضل من سنه، واكيد انه السنه افضل من السنين اللي قبل. يعني بتوقع انه يكون موسم ناجح جدا من دانسينج وذ ستارز من دبليو دي دبليو تي اس. بالبروموشن، يعني البروموشن كمان كانت كثير مميزه وهلا رح نشوفها بعد شوي، مميزه عن سنين كمان يلي مرقت. بتكون تقولوا شو بهالبروموشن؟ في اجواء جديده؟ في اكيد اكيد اجواء والعانه من الاول، يعني من قبل ما يبلش البرنامج والعانه مثل ما شفتوا بالبروموشن. على كل حال بروموشن اول مره بينعلن عن السليبرتيز قبل اول حلقه، بقى هيدي كمان شغله جديده. هيك بيعرفوا الناس شو ينطروا، وبس اكيد في اشياء رح تجي مش ناطرينها. خلينا نشوف بروموشن دانسينج وذ ستارز. بس ما قد ما يكونوا سيلبرتيز هون هن هوات،
ولما بيصيروا على البلاتو عم يرقصوا، وفي منهم الأغلبية يعني يمكن بيرقصوا لأول مرة أكيد بعد التمرينات، بس ما تقدر تتوقع كمخرج شو رح يصير وكيف بدهم يعني يكونوا على المسرح. ما بنعرف قدي رح يتقدموا بين أول حلقة ولوين ما بيوصلوا، يعني لأنه كل حدا بيتجاوب بطريقة مختلفة حسب الباك جراوند، يمكن الفيزيك تبعه قدي هو رادي أنه يتعلم الرقص، قدي بيحفظ، ما هي كمان فيها ماتيماتيك شوي الرقص، البايات وكل هالأشياء بقى. ايه ما فينا نعرف شو بس حسير. كمخرج بدك تلحقه بشكل كمان تحفظ له على صورته، لانه تخبرك شغلي عن قصه الرقص، اول ما صورنا اول موسم من دانسينج وذ ستارز كنت كانه عم بتعلم الاخراج عن جديد، يعني طريقه تصوير التكنيك تبع تصوير الدانس مختلف كليا عن كل شيء بنعمله، وتشالنجينج كثير، يعني في كثير تحدي لانه ما فيك تروحي شيء، يعني الجماعه صار لهم جمعه بيكونوا كل واحد منهم عم بيتمرن على حركه ايد وحركه اجر، اذا بتروحي لهم اياها يعني عم نعمل جريمه بحقهم. بقى قبل ما نكون عم نصور بدنا نكون عارفين ثانيه بثانيه كل تفاصيل الحركات، ونكون رادي لهم، يعني من اي زاويه لازم ناخذ اللقطه وباي سرعه وباي حركه بدها تبرم من هالميله ولا من هالميله. يعني اذا بتشوفي تحضير الاغاني الرقصات كيف بتكون مثل ستوري بورد، يعني اذا بدك بقى ايه منه هين مفصل تفصيل على صحيح. على ثانيه، مشان هيك النتيجه اكيد بتكون ملفتة. كنا شفنا الاعلان الترويجي اللي هو من اخراج اميل سليلاتي، مسلم عليه، بنحييهم على هالبروموشن كثير حلوه، وديبارتمنت البروموشن وفريق البرنامج كله، لانه يعني فايتين بقوه بهال اكيد كل اكيب عمل دانسينج وذ ستارز، يعني عم يكون عم يشتغل يعني بجهوزيه كامله وتامه لحتى يقدر يطلع نتيجه من هالنوع بلايف ما فيه يعني الكل أخطأ. ان كان عم نحكي عن فريق الام تي في، ان كان عم نحكي استوديو فيجن، اي برود، جانا ملات، يعني الكل بيعطوا كل طاقتهم بهالبرنامج بكل البرامج، بس دانسينج وذ ستارز حاله خاصه شوي لانه بده كتير جهد، يعني مش هين ابدا. أكيد بس كنت عم بدي أقول لك إنه السنة المختلف إنه في نجوم عرب كمان صحيح بالمنافسة، كان في صعوبة تنقوا ليه الأكترية مصاروة؟ لا مش الأكترية، في بعض العناصر، بعض السليبرتيز المصريين، لأنه كمان رح ينبس على محطة مصرية بنفس الوقت يعني مباشر. السنة الماضية كان عم ينبس تاني يوم يمكن أو مأخر أسبوع مثل سكند ران، هالمره لا طالعين مباشر معنا، وهذا شيء حلو لانه معناتها هالبرنامج استقطب حضور من خارج لبنان، وهذا شيء ايجابي جدا لنا. يعني بعتبر انه التحدي انربح مع الام تي في، لانه اول ما تقرر ينعمل هالبرنامج ما كان ابدا في فكره عن كيف رح يكون تجاوب بالمجتمع، المشاهدين كيف رح يتقبلوا برنامج رقص. والحقيقه انه تغيرت نظره الناس للرقص من وراء دانسينج وذ ستارز. حديث البلد اشتقت له؟ اوه كل اشتاقوا له، انا والكل، كل الاكيب وكل المشاهدين بعتقد، لانه ما بتتخيلي قد ايه السؤالات اليوميه، ايمتى راجعين ايمتى راجعين؟ راجعين راجعين هالخميس، ما هيك؟ هالخميس رح تكون اول حلقه على الهواء، وطبعا الاجواء مثل ما تعودنا عليها مع كل الاشياء الجديده اللي انتم محضرين لنا اياها. فينا نشوف شيء من حديث البلد ولا برومو؟ اوكي ستاند باي للكل. ريتا عم تسمعيني؟ كاميرا دو اعطيني منى. صوت منيح؟ منى ابو حمزه صارت جاهزه. كلوز منى. والاستوديو كمان صار جاهز. 5 4 3 2 1 صوت منى. اشتقتوا لنا؟ يلا ما بقى مطولين. لكن الموعد هالخميس عبر الام تي في مع منى ابو حمزه وصديق البرنامج نعيم حلاوي. نعيم مبسوطين فيه قد الدنيا. كمان من العائلة، يعني نقل من محل لمحل وبعده بالمحلين، يعني بس انه بقى رح يكون معنا نعيم السنة، واكيد انه رح يعطي نكهة خاصة للحوار وللبرنامج. بس مهتم تكنولوجي كمان والتكنيك ماكسيموم والتكنيك بالتصوير، يلي اوقات يعني انتم كمخرجين ومع مثل ما عم نقول تطور عملكم ومع اختلاف عملكم كمان، يعني عم نقول مثلا دانسينج مختلف كليا، فدايما عم تعلموا اشياء جديده، وانتم بحاجه كمان لتقنيات جديده لتقدروا تنفذوا اعمالكم. فاخر روبوت عندكم اياه ورح نشوفه بعد شوي على الهواء بيساعد الكاميرا انها تكون عم تتحرك بسهوله اكبر، خبرنا عنه.
ايه هيدا هالماشين الجديدة اللي هي سام روبوت كام من اختراع شاب لبناني اسمه سام سليمان عبد الساتر. الحقيقة انه انا كنت بحاجة لهالنوع من الديفايسز وما كنت لاقي منها بولا شركة بالعالم، عشان هيك انعملت بقى ولهالمرة من لبنان، يعني ميد ان لبنان، ورح تبلش هلا صرنا سنتين احنا عم نطورها وعم نستعملها بالبرامج بلبنان وبالمنطقة، بس هلا صرنا ريدي انه نسوقها عالميا. يعني ليش لا، يعني ليش بده يكونوا غير دول افضل من لبنان بهالشغلة؟ نحن كمان قادرين نعمل اشياء حلوة، وهلا عم نشتغل على غير ديفايسز وهيدي ما في منها، يعني هيدي اول شركه بتصنع هالنوع من الايكويبمنت، ونحن كثير فخورين فيها لانه عم تقدر تعطينا اشياء ما كان فينا ناخذها بقبل بالمعدات الموجوده. كيف رح تشتغل الكاميرا وايرلسلي؟ يعني كله وايرلس، وهيدا هي اهميتها كمان، وبدقه كثير كثير عاليه، يعني مش بس مجرد انه وايرلس، نقدر نتحكم فيها بدقه كثير عاليه، يعني بالبان، ويعني هلا ما راح نفوت بالتقنيات من شان المشاهدين. احنا عم نشوف بس حفله جوليا، بس يعني كل هول البرامج استعملت فيهم هالكاميرا وعطيتنا كثير لقطات حلوه، وصار في ماركه لها اسمها سيلفر برين، ماركه لبنانيه، وان شاء الله بيسمعوا فيها العالم قريبا، رح نبلش نسوقها بالمعارض العالميه. يعني قد ما فخورين بالمونتاج فخورين بكونه لبناني. اكزاكتلي باسم، المشاهد اليوم متطلب كمان بالصوره، يعني بيميز بين برنامج وبرنامج أكيد. ولا دائما الكونتنت هو اللي بيختار؟ اذا بدك من حيث لا يدري المشاهد صار يعرف انه هاي احسن من هاي، هلا مش دائما بيعرف ليش وتفاصيل الشغله كيف انعملت، بس بيعرف انه لا هيدي فيها شيء جديد، هيدي كيف عاملينها مثلا، اذا عم نحكي مثلا عن اللقطه الوان شوت اللي انعملت لسو يو ثينك يو كان دانس، كثير اجاني فيدباك حلو عليها لانه حسوا انه فيها شيء جديد بوقتها، انه اول مره بينعمل هيك شيء بهالطريقه، وقادرين نتحكم بالكاميرا بتطلع فوق الحيط وبتنزل. يعني بدك نرجع نشوفها شو هي سو يو ثينك يو كان دانس؟ ما بنشبع منها على فكره. انا بحبك، خلينا نشوفها ونحن بنحبها. Because I'm happy.
شوت مع فنان شوية كومبارس من هون ومن هون فهمنا، بس وان شوت مع هالقد كمية رئيسين وبعدهم جداد حتى على الموضوع وأول سيزن. كم مرة عملنا ريهرسلز قبل لحتى تزبط، لأنه منا عجبت very complicated، بس كتير فخور فيها وبحبها كتير. ومنحيي كمان الكوريغراف اللي اشتغلوا، كذا كوريغراف اشتغل عليها، والدانسرز والأوبريترز على الموفي، لأنه هيدي الماشين يلي كانت كمان أول مرة سنة الماضي استعملت بدانسينج وذا ستارز، أول مرة عالميا استعملت بلايف شو كانت عنا، بقى بتعطي إمكانية أنه واحد يتحكم بالكاميرا بطريقة أكتر من الستادي كام العادية، مشان هيك قدرنا نعمل اشياء بتطلع وبتنزل وبتفوت. على كل حال مش غريب عليك اذا نرجع الاوبريترز، بدي احييهم على كل حال، محمود لبان وخليل عظم، لانه كان في اثنين عطيوا الكاميرا لبعضهم ما بنشوفها هون، لازم شي مره نحط الباك ستيج تبعها. على كل حال مش غريب عليك، سنه 97 في عينيك بدور مظبوط لماريس ليمان، 96 97 كان اول وان شوت صحيح. على كل حال 96 او 97 انه كمان انجاز حد ذاته، كمان كان كليب مش هين، واول مره بينعمل بلقطه وحده. باسم طبعا البرنامج ناجح كثير برا، واليوم عم تتقدم هالنسخة اللبنانية العربية منه، شو الفرق بيناتهم؟ يعني انتو كيف لبننتوا كل هالمشروع؟ هلا كان يعني في 50 نسخة مزبوط، ونحن وهيدا بشهادة يعني الكونسلتنت تبع البي بي سي، انه نحن من افضل النسخات بالعالم، يعني كان من افضل 10 عالميا، وهذا شيء عن جد بيعطينا دفع كثير كبير، لانه امكانيات الميزانيات تبعنا مش مثل الميزانيات الاوروبيه والامريكانيه، بقى عم ننافس، وهون بلاقي المنافسه، انه انا اوقات بيسالوني انه مين بتنافس، بقول لهم منافس هالناس اللي عم يعملوا الاشياء ذاتها اللي عم نعملها هون، بس نحن بقدره اقل او بميزانيات اقل او بامكانيات اقل، وعم نقدر نطلع نتيجه تقريبا مثلها او احسن. بقى اللي مغير عن الاشياء اللي معموله برا، كل اذا بدك كل نسخه عندها طابعها الخاص من وراء كل العناصر اللي فيها، ان كان الانتاج، الديكار، الاخراج، السليبرتيز اللي هن بيكونوا فيها، يعني كل نسخه بتكون مختلفه عن الثانيه بهالاشياء، بس طبعا روح عامه للكل، لانه هيدا اتس فورمات انترناشونال فورمات، رح يكون وين ما كان قريب على بعضه، مع بعض الإضافات أو بعض التغييرات من بلد لبلد. مؤخراً أكثر من حفلة لمجد الرومي بالبلدان العربية كنت عم بتغطيها وتعملها تصورها وتعملها إخراج، هالنوع من التصوير شو بيتطلب منك؟ يعني فنان على مسرح مع فرقة موسيقية أو بلكي مع شو صغير؟ أكيد الفن أول شيء، دائما كل ما صور ماجد الرومي بحس إنه نضاف لي شيء على حياتي المهنية، لأنه شيء مهم، يعني لأنه كتير بحب صورها، وهي فنانة راقية جدا، وما في لزوم أنا أعطي شهادة عنها، بس أول شيء الأغاني اللي بتقدمون، الفرقة اللي بتكون غنية يعني موسيقيا وعدديا، المسارح اللي بتكون عليها، الامكانيات يلي بتنعطانا لحتى نقدر نصور بشكل حلو مهمه، لانه ماجد الرومي وانا متطلب شوي زياده كمان، بقى عم نقدر نعمل اشياء حلوه. مؤخرا كان في بحفله بالشارجه بامارات، حفله كثير حلوه بامفيثياتر اوت دور برا، قدرنا نصور اشياء كثير حلوه فيه قبلها بالكويت، ويعني الفرق اذا بدك بين البرامج والكونسرتس هو انه اوكي نحن محددين بمحل معين، بس هون في صعوبه، لانه كيف بدك تقدري تنوعي قد البرامج بمطرح هو مكان واحد معروف شو هو واكسات معينه. هلا مع سيدي مجد الرومي يعني بكفي التعبير يلي عنده اياه على المسرح لحتى تقدر تستخدمه هون. اكيد بدنا نعزمك على الول اوف فيم تتمضي لنا اياه، تفضل. What a privilege. ما بدنا ننسى باسم نور من نور، العمل اللي صورته للام تي في مع مجد الرومي على الميلاد، ويلي كل سنه يعني صار شيء ثابت وموعد ثابت على الميلاد. بدك تنقي سبوت خلينا نعملها هون. I love MTV.
نحن بنحبها. ام تي في دائما بالقلب، نحط الدات ولا خلص ماشي مثل ما بدك. ثانك يو باسم، نتمنى لك اكيد التوفيق. نرجع نسكر انه دانسينج وذ ستارز لكن بيبدا الاحد القادم، الخميس بيبدا حديث البلد مره جديده، يعني ماشي بلشت جري جديده على ام تي في. صحيح، جزء من جري جديده صح، كانه بلشت شبكه اسبوع حافل جدا على علينا عليك وعلى المشاهدين. ان شاء الله يكونوا مبسوطين لك. يعطيك العافيه وكل التوفيق لك. انبسطت معكم كثير. اهلا وسهلا فيك. وتحيه كمان لفريق عمل حديث البلد، فريق عمل دانسينج وذ ستارز على كل المجهود يلي كان عم يعملوه اكيد هالاسبوع. ثانك يو. وفي هلا مشاهدينا بنرجع بنتابع مع واتسون ام تي في.